مشاهدينا الكرام، لمناقشة الشأن اليمني ينضم معنا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي اليمني سيد نبيل البكيري. أهلا بكم معنا سيد نبيل. بداية، الجيش اليمني أعلن استعادة السيطرة على مطار مدينة الحديدة الدولي بعد أيام قليلة من انطلاق معركة الحديدة. كيف تقرأ تلك التطورات السريعة للمعركة؟ لا شك أن مثل هذه التطورات المتسارعة عسكريا هي استحقاق تام لثلاث سنوات من الحرب، وهي تطورات أيضا تأتي في إطار استعادة الشرعية لزمام المبادرة في كثير من الملفات اليوم. ويأتي هذا التطور هو نتيجة ومحصلة نهائية لاتفاق أو تحديد خارطة اتفاق بين الحكومة الشرعية والتحالف العربي بخصوص قيادة العمليات المشتركة في معركة الحديدة. طيب، قوات التحالف العربي من جانبها تؤكد استمرار العمل مع منظمة الأمم المتحدة لضمان تدفق الواردات والوقود إلى الحديدة، هل يضع ذلك حدا لمعاناة اليمنيين وتوفير المساعدات الضرورية لهم؟ أولا، أزمة المعاناة الإنسانية في القائمة في اليمن نتيجة لاستمرار سيطرة الميليشيات الانقلابية على ميناء الحديدة هي معاناة كبيرة وشديدة، لكن اليوم أنا باعتقادي أيضا حينما يقدم التحالف العربي مثل هذه التطمينات للمجتمع الدولي هي تطمينات طبيعية وتأتي في السياق الطبيعي استمرار المعركة بالنظر إلى هذه التطورات التي تجري في الساحة. سيد نبيل، مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث وصل صنعاء لإجراء مباحثات بشأن الحديدة، برأيك ماذا في جعبة جريفيث ليقنع به أو ليقنع به الحوثيين، وهل يتمكن من وقف المعركة في المدينة ربما؟ باعتقادي هذه التطورات التي تأتي في الحديدة اليوم أيضا لا يمكن بحال الأحوال تنبؤ بإمكانية إحلال أو الحديث حولها بالنظر إلى أن سجل الأمم المتحدة في الحالة اليمنية سجل سيء، لم يقدم أي صورة جيدة سواء في خارطة الطريق التي وضعها أكثر مرة أو حتى في الجهود التي يبذلها. سيد نبيل البكيري الكاتب والباحث السياسي اليمني، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.